الشربات خف منها وهي بتقعده، يعني هو بيغلي على النار. لا مالوش حل، هتحط له سكر تاني وتعمل شويه شربات تانيين وتحطهم. الشربات ما يغليش كتير على النار، من 8 ل 10 دقايق كوبين من السكر مع كوبايه ميه، وعلشان يقعد معاك او يبقى له قوام وتعصري عليه عصره ليمون وتسيبيه في قلبيها. وجود الليمون مع الشربات او مع السكر او المحلول السكري بيدي له قوام ويدي له مزيج. هاخد القطايف بتاعتي على بلانشه حلوه كده واقطعها بالشكل ده كده. ولاحظين حاجه؟ حاجات لطيفة من المصروف يعني، انت بتعمليها بلاش صغيرة حلوة كده اهيت، خلال الفروت سلاط، شوية قطايف زي دولت، سكينة ما تكونش قطعت بصل وتوم بالشكل ده كده، اهو مغسولة عندك جاهزة، واهو شفت الجو ده كده اهو، وقطعها كده رفيعة، عصافيري اهو. القطايف دي جبناها وفجأة جوز اتصل بيا وقال لي احنا معزومين النهاردة على الفطار، كنت عايز اعمل له قطايف على الفطار او على السحور، فقعدت في التلاجة عندي يوم اتنين تلاتة نسيتها. وده وارد وده بيحصل عندنا، فعايز استفيد بيها، اعمل بيها ايه؟ عندي زيت بيسخن، عندي قطايف بقطعها بالشكل ده كده اهو، لسه انا هفلفلها دلوقتي. نعم عايز تبص على المندي تدفع كام؟ ده المندي بقول لك استوى استوى يعني اهو، ده هنفطر بيه النهارده. اه نعمين ها؟ آه. لا ما ينفعش خالص. المخرج بيسألني سؤال حلو، مش عارف انت بتتعلم عايز تشتغل شيف ولا في اخراج، قول لي بالظبط. السؤال ده سؤال وراه ردود كتير قوي. بيقول لي لو شيلنا الورق الفويل ده وحطينا على مخبش مندي بقى رز كبسه. انا عايز الندى بتاع الفراخ البهريز ينزل، السمنه، الدهون، الحاجات، التوابل، كل ده ينزل على وش الرز يسويه. عشان كده حطيتها في ارضيه الفرن يا مخرج ده يا جميل. هنشيل ده من هنا كده زي الفل. تعالوا نمسك القطايف دي نفلفلها كده بالشكل ده كده اهو، بفتحها كده. اخبار الزيت ايه؟ هو ده قطايف اهي، مش محشيه اهي، قطايف كريسبي اهي، في قلب الزيت اتحمر كده اهو اهو اهي. دي هتطلع من النار حاجتين، يا اما نحط عليها شربات، يا اما عسل، يا اما قرفه ناعمه وسكر بودر، حاجه من الثلاثه حسب ما انت حابه زي الفل. الله عليك، انا وعدتك على طول اول ما تقولي لي خلاص. حلو، نغرف الشوربه بتاعتنا واحده 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 مع بعض. الشوربه خلاص طلعت، اغرف الشوربه هنا، شوربه الخضار ومقادير القطايف على الهوا. ايه اللي عندنا؟ القطايف جاهزه اهي في الزيت بتتحمر زي الفل. ونشيل الحاجات دي من هنا، نوسع لنفسنا كده عشان نطلع المندي نغرفه مع بعض اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القطايف اهي، شايفه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ مش لازم نحشيها بقى. ما هي القطايف عجينه، يا اما تتحشي قشطه، يا اما تتحشي مكسرات، يا اما تتحشي تمر هندي، زي ما انت عايزه يعني. الحشوه انت حباها ايه؟ مهلبيه كدابه، حط عليها فوزدو. يعني ايه مهلبيه كدابه؟ يعني مهلبيه بتتعمل بالنشا ولا بيسموها كده، بس احنا بنقول اسماء اللي هي المعتاده علشان نبقوا عارفينها يعني اهو. شايف القطايف طالعه حلوه ازاي؟ بجيب طبق حلو زي ده كده واحطها فيه عشان افلفلها. الله اهي، شيل ده من هنا كده بقى. دي البصلية اللي انا حمرها دلوقتي، خلاها هنا ونوسع الدنيا دي كلها كده، وناخد القطايف بتاعتنا دي كده اهي. اللهم صل على النبي، نحطها هنا سيرفيز قطايف حلوه اهوت. حلو، الله يا شيف ده كانت هتبوظ دي، مالهاش شغلانه عندنا خالص اهي. بالعكس، حط عليها بقى شربات، حط عليها سكر بودر، حط عليها قرفه. القرار قرارك، انا لي اقول لك وانت صاحبه الاختيار اهو. انت لو هتاكلها يا شيف بوغاز هتاكلها بايه؟ للامانه بالله عليك هاكلها كده قرفه ناعمه. اه قرفه ناعمه تنزل الاول كده وهي سخنه، شامم ريحه القرفه والله العظيم، اللهم اني صايم والله العظيم شاممها. وعن عيني اه، وادي السكر اهو، عيني حالا اهو، وادي السكر ينزل عليها كده. الله، الف انا وشيف اللي ياكل منها. انا مكانها فين دي؟ اه اه
ممكن نحط عليها عسل، بس انا مش عايز احط عسل بقى، انا حطيت ايه السكر القرفه بتاعي.